كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. اليوم كانت تواجدوا في ندوة صحفية لمنظمة الهيئة الوطنية للعدول بعد ما كانت صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، وهذه سلسلة من الإضرابات اللي اتخذتها الهيئة الوطنية للعدول للمطالبة بمجموعة ديال المطالب اللي ما وصلتش لتحقيقها بالحوار مع الوزارة. والمطالب ديالنا مطالب هي مشروعه اللي كتصب في دستور 2011. يعني احنا كنطالبوا بعداله مهنيه، كنطالبوا بفك الارتباط مع مؤسسه قضيه التوثيق، رفع الخطاب، ويعني انهاء كل ما يعرقل الوثيقه العدليه اللي لان الظرفيه اللي احنا فيها اليوم، خاصه مع الوباء، اثبتت اننا يجب ان نسرع الاجراءات والمعاملات حتى لو اخر معاملة الناس، وهذا يتطلب منا تسريع الوثيقة العدلية بما فيه يعني رفع خطاب القاضي وكل الإجراءات التي تعرقل هذه الوثيقة. نطالب أيضا بالفردية لأن الثنائية تشكل عرقلة أيضا للوثيقة. نطالب بالتوثيق على الصعيد الوطني حتى لا يبقى رهين بواحد الاستنافية، محدود بواحد الحيز الجغرافي كباقي المهن اللي كتدخل في هذا في إطار التوثيق. نطالب أيضا بصندوق الإيداع والتدبير، وهذا مطلب اللي مشروع يعني في ظل القانون وكيضمن لنا واحد العدالة مهنية، ويعني مجموعة من المطالب الأخرى التي نحن بصدد مطالبة بها، وكنطالب الوزارة باش تجلس معنا للحوار للوصول إلى قانون التوثيق العدلي اللي احنا يعني نطالب به منذ سنوات، والأجيال اللي قبل منا طالبت به من 2010 ولم نصل لحد الآن لخروج هذا القانون، خاصة مع ولوج المرأة العدل استجابة للتوصية صاحب الجلالة ولجنة المهنة، ولحد الآن لا يوجد قانون اللي مسطر اللي كيضمن لنا هذه العدالة المهنية، واللي كيعادل بين المهن التوثيقية، واللي كيخلي المرأة العدل تمارس مهنتها كالموثقة كالمحامية كأي امرأة كتمارس مهنتها بعدالة وبدون ميز دون عراقيل في المجتمع المغربي. هذه الوقفة هذه التي نفذ المكتب التنفيذي نيابة عن باقي السادة عدول المملكة كتجي بعدما أحس المكتب واستنتج عدم جدية الوزارة في التجاوب مع مطالب السادة العدول. هذا المطالب ليست وليدة اليوم أو وليدة السنة، وإنما هي وليدة سنين، ربما عقد من الزمن، تقريبا حوالي 10 سنوات، والمكتب التنفيذي والهيئة الوطنية دائما تجلس مع الوزارة تتحاور معه، ودائما الوزارة تتراجع عن ما تم الاتفاق عليه. في آخر لقاء صرحت الوزارة أن هناك خطوط حمراء لا يمكن التعاطي معها. نحن كما أضافت الوزارة أن المهنة لها خصوصية، نحن ليس ضد الخصوصية، نحن مع المساواة، نحن مع إصلاح منظومة العدالة، مع خطة إصلاح خطة العدالة وفقا للخطب السامية لجلالة الملك، وفقا للمبادئ الدستورية، وفقا لإصلاح لتوصيات إصلاح منظومة العدالة. هذه المعطيات كلها نطالب بأن يتم اعتمادها في تطوير هذه المهنة وإصلاحها من أجل الرقي بها. هناك مجموعة من المطالب، لا على مستوى الانخراط والولوج، لا على مستوى الخطاب، لا على مستوى التلقي، لا على مستوى التأديب، لا على مستوى الحماية الجنائية، مجموعة من المقتضيات نعتقد أن الزمن قد فاتها، لهذا نطالب بإصلاح المهنة وفقا لمقتضيات الدستورية كما قلت سابقا، وفقا لتوصيات إصلاح منظومة العدالة، وفقا لخطب صاحب الجلالة. نعم للخصوصية لكن لا للتمييز، نحن نطالب على الأقل بمساواتنا بباقي المهن التي تمارس التوثيق. حضورنا اليوم وإضرابنا اليوم ووقفتنا اليوم تتعلق بالهموم المفروضة على الشعب من حيث القانون المنظم لنا 16-03. إن الشعب يعيش محن كبيرة، منها المدة الزمنية التي تكون فيها وثيقة العدلية موجودة، بحيث قد تصل في بعض الأحيان إلى مدة شهر، وهذا لا يرقى إلى المستوى المطلوب،
ولا يرقى إلى الرقمنة الموجودة حالا، ولا يرقى إلى السرعة، ولا يرقى إلى الوساطة، ولا يرقى إلى تبسيط المساطر التي يدعو لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره، الذي يدعو إلى التعاون، إلى الكفاءة، إلى الجدية، إلى السرعة في العمل، إلى النزاهة، إلى الأخلاق، إلى السلوك. فدعوتنا الآن نحن ندعو إلى الاهتمام بالشعب المغربي، لأن بهذه المهنة له محن فيها كثيرة، وليس هناك تكافؤ فرص ما باقي المهن الأخرى. لهذا نحن نطالب بتخفيف اللفيف الذي يطالب ب 12 شاهدا. فالظرفية الحالية المواطن المغربي لا يستطيع أن يجد 5 شهود بدل من 12 شاهدا، وذلك لظروف متعددة وأحوال يعلمها الله من حيث حالة الشعب المغربي. إذن فإضرابنا الآن لسنا مضربين عن الأتعاب، ولسنا مضربين عن ظروفنا، بل نحن مضربين عن ما يعيشه الشعب المغربي معنا في هذه المهنة، منها اللفيف 12 شاهدا. فالظرف أصبح متجاوز، وقد سبقت دراسة هذه المسألة لسنوات عدة، حيث الناس المكلفين بالتشريع بوزارة العدل قد استحسنوا 5 شهود، والكل موجود بالوزارة، إلا أنه الآن أقبر وأصبح من باب المحرم، وهذا ليس من باب المحرم، فالاجتهاد، فهذا اجتهاد شخصي، واجتهاد وفق ما يطمح إليه الشعب المغربي، وفق ما يدعو له صاحب الجلالة من حيث التيسير مع الشعب المغربي في جميع أحواله. بالإضافة إلى الخطاب، فمثلا العقار المحفظ يجب أن لا تبقى المدة كما هو عليها، بل يجب أن لا يتعدى مدة ساعات، بل يوم أو يومين، قضية الخطاب وقضية النصاح وقضية ما يجري به العمل حالا، فهو تقيل 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 على الشعب المغربي، بما تقريبا لا تحمد عقوبه فيما نعمل به. فيما يتعلق بالثنائية من حيث نطالب بالفردية من حيث العدول، فعدلان معا تجاوزها التاريخ وتجاوز الوقت، بل عدل واحد كافي. وهناك الآن اجتهادات كبيرة، وهناك مستوى من دكتورة ومستوى من ماستر ومستوى من كذا، لهذا يجب إعادة النظر في هذه المواضيع، ولا نبقى مرهونين بما جرى به العمل. هناك قوانين، هناك مطالب حقة، هناك مشاكل تهم الشعب المغربي بأكثر مما تهم السادة العدول، والسادة العدول من جسم المغرب. هذه هي دعوتنا، وهذه هي مصالحنا، وهذه هي مصالح الشعب المغربي نطالب بها. ونحن دائما نفترخ بما منحنا الله به من مملكة علوية تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس عزه الله ونصره، فنحن نطالبه ونعتز به ونفتخر به، لكونه هو الذي أعلم بما يجري حولنا، وهو الذي أعلم بما نستحقه وما يستحقه الشعب المغربي. وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.